لهم القصب وكيجيو الناس هنا كيقول لك شي واحد كيبيع القصب هنا وكيبيع الزيتون ومن هنا هذا الشيء وكيتجمعوا عندي هنا صحاب المخدرات كيبيعوا كيفاش يتجمعوا صحاب المخدرات؟ كيجلسوا هنا كيبيعوا المخدرات كيكونوا المخدرات فوقاش تيجلسوا؟ كل يومين كل نهار حتى دابا تلقاهم هنا عياو البوليس ما يدخلوا كيهزوهم من هنا ولكن حنا عينا كنلقى هاد المجرمين شنو انواع المخدرات اللي تبيعوا؟ الحشيش ولا سبيتو ما كانش مخدرات ما كيكونش تتبلغ الشرطه؟ بلغت الشرطه يومين ودائما ودائما كيهزوهم من هنا الشرطه هي الشرطه قايمه بالواجب ديالها ولكن بوحدها ما تكفيش لان الناس هاد العساسه ديال البلديه كاين هنا العساس وكيشوفوهم وكيحميهم هو اللي كيهربهم ولقيت المجرمين هنا كيدوشوا كيغسلوا الماء والناس جالسين الزبناء معاش تقريبا هما تيغسلوا تيدوشوا هنايا مع 11 نهار كيجلسوا تما كيشربوا وحده هو كيدوز حداهم العساس البلديه ما كيدويش معاهم كيفاش يشربوا يعني تيشربوا الشراب الخراب وجاو قالوا لك الا بغي وجاو حاربوهم البوليس والسيد وكيل الملك اعتقل واحد فيهم وقال لي لا عاودوا جاو قول انا اعتقلهم ولكن عينا هذه راه 7 شهور دابا هذه وحنا كنحاربوا فيهم عينا انت وشو الشباب